السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بسة لنقف على الأشغال نتاع تحسين مسار تحسيك الحديدية وازدواجيته في ولاية يعني الجزء اللي يقع في ولاية بسة واللي طوله هو 170 كيلومتر. إذن نشاهد جانب من الأشغال تاع التوسعة، ولابد على الأشغال ولابد أن هذا ندائي للشركات نتاع يعني المشرفة على إنجاز خطوط السكك الحديدية بالشرق الجزائري يعني الخطوط المنجمية أن تسارع في الأشغال وتنتهي من الأشغال لكي نتفرغ لانطلاق المشروع الاستراتيجي نتاع استغلال مناجم الفوسفات. إذن لابد على الانتهاء من هذه الخطوط تاع السكك الحديدية اللي لازم قبل ما ننطلق في العملية نتاع الاستغلال تاع الفوسفات في منطقة الحدبة وجبل العنق. إذن أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.